يلا صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، اليوم الثالث في البورصة. متجهين إن شاء الله اليوم إلى إسطنبول، عندنا شوية أعمال نخلص فيها ونسوي لكم هناك بإذن الله. صباح الخير أمي. صباح النور حبيبي. طبعا احنا يا جماعة اليوم في يلوى، متجهين إلى إسطنبول إن شاء الله بالباخرة. زي ما انتم شايفين هذه السيارة 154 ليرة، خش يسار كذا. سيارة مع شخصين أو ثلاثة أشخاص مع ضمن السائق، كم يا جماعة؟ 156 ليرة. هذه التذكرة أو التذاكر، ترى بننتظر نص ساعة، جيب لنا سيارة. يلا. هذا العم عنده سميت. شوف يا جماعة، هذه الباخرة، هذه السيارة كلها واقفة. الشخص تقريبا 25 ليرة في الغالب. اليوم في حاليا وينه؟ وين يلوى؟ يلوى. طيب هذا شو اسمه؟ ايش؟ مينا؟ ايدو. ايدو اسمه. مينا يلوى ايدو. شاي وارمة؟ مينا اسطنبول شو اسمه؟ يانيكاب. يانيكاب. رايحين يانيكاب. شاي يا شاي؟ وش تان هذا شاي فيرن وسنابس؟ نيكلا. ما شاء الله، هذا كله من فين جايب؟ شوفوا يا جماعة، حتى عنده يستخدم الكارت برضه. تقدر تسدد بالكارت. خذ الشاي. شاي السكر خلاص ولا؟ حط سكر. طبعا يا جماعة، بعد ما وقفنا السيارة الآن نطلع فوق، في جلسات حلوة وكافي وشاي وقهوة علوم طيب. هذا الشخص يا جماعة أول مرة يركب باخرة، ما أدري اسمها باخرة. شوفوا هذه الجلسات. تعال باخرة، تعال خلنا نصور. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. هلا الله يسلمك. منورين اسطنبول. اي والله. الحين رايحين لافضل مطعم. افضل مطعم ايش؟ برجر. ايش اسمه؟ ايش اسمه؟ برجر يلم. برجر يلم يا جماعة، عنده يمكن 4 أو 5 فروع. مطعم ممتاز جدا، مختص بالبرجر، عنده 6-7 انواع تقريبا. فنطلع نشوف البرجر عندهم كيف. طبعا يا جماعه، اشياء مهمه جدا لازم تنتبهوا لها في القياده في اسطنبول. اول شيء ربط الحزام، ثاني شيء الجوال، ابدا السائق ما يلعب جوال، لانه كاميرات مراقب على طول تلقطك وتاخذ قسيمه 200-300 ليره تركيه اقل شيء. فالكاميرات موجوده بكثره، يجب ربط الحزام. مثل هذه الكاميرا. شوف هذه كاميرا مثلا، ما ادري شفتها ولا، لكن انتبه. والالتزام بالسرعة المحددة. نصيحة أخوكم دائما، في أي مكان توقفون حاول تصوروا لوحة السيارة إذا ما تعرفوها، خاصة إذا إيجار، وصوروا لقم الموقف اللي هو B7 مثلا عندنا، عشان ما تضيع. أنا أذكر مرة مول في إسطنبول، تقريبا 1.5 ساعة وأنا أدور على السيارة. هذا مطعمنا المنشود يا جماعة، برجر يلم، له عدة فروع. أشوفه فرع صغير لكن عندهم شغل نار. شوف، خلينا نصور لكم من هنا. شوف هذا المنيو عندهم. انا بيت انا مكسيكان ولا جنبك اينه اجله ولا جنب ايش تبغى؟ والله انا جربت هذا المره اللي فاتت. ايوه بس يبغاله وقت. يقول هذا ايش تبغى يا نواف؟ ستيك. هذا 20 دقيقه راح يتاخر. اي الله، وصل. شوف ما شاء الله تبارك الله، هذا احلى همبرجر. ابو ماجد كلام. شوف يا جماعة، 3 همبرجر، 3 عصير، 64 ليرة، أسعارهم جدا مناسبة. ليش؟ ما شفت أجل مرة صارت لي موقف هني في اسطنبول. أي سلة؟ مرة ركبت مع راعي تاكسي. أيوه. وقاعد يلف وما أدري إيش وكذا وهالأمور يعني. قلت له عطني أنا أسوق. والله عطاني أنا أسوق. صورت. أيوة. حتى عندي في هذا. حلو. والله سكت أمشي كذا 160-170. أها. كذا اعطي يمين يسار، صار زحمه كذا على اليمين، طلعت على الخط يمين. اهم شيء ما طلعت في الرصيف؟ والله قال با 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 خلاص تمام. قال وقف. والله وقفت يمين. الحين اوريكم الفيديو. يا نواف كيف الهمبرجر؟ والله الهمبرجر كيف ابنها؟ شغل شغل. اي يلا يعطيك العافيه.
احنا طبعا دائما لما نجي يا جماعه اسطنبول خاصه ما نفوت السياحه الغذائيه او ما يسموها سياحه الماكولات، في مطاعم كثيره لازم نزورها في اسطنبول. احط لكم روابط بعض المطاعم تحت الفيديو هذا ان شاء الله. هنا تقسيم، هنا أرض الاستقلال، شارع الاستقلال، هذا الشارع يا جماعة اللي خلفي يومياً 2 مليون سائح تقريباً أو 2 مليون مار يمرون من الشارع هذا ذهاباً وعودة. المدينة التي لا تنام. هذا خوينا يصور فلوق، ما أدري إيش يصور، يصور وثائقي. شوف هذا جماعته، يبغى ممثل، ممثل محترف. أبو ماجد، هلا بالحبيب. أهم التوصيات أو أهم النصائح في شارع تقسيم. أول وصية، لا تتكلم مع أحد غريب. طيب. ثاني شيء، انتبه لأغراضك عدل. ليش؟ يعني احتمالية واحد يمين ولا يسار يلطش يعني. مع الزحمة هذه. مع الزحمة هذه. ثالث شيء، ابتعد عن واحد اللي يقولك عندي جلابيات، عندي مدري إيش، عندي مدري إيش، عندي مدري إيش، هذا ابتعد عنه. طيب. السكن، هل تنصح السكن في تقسيم ومنطقة مجاورة؟ والله العائلات لا صراحة. عائلات لا. طيب أفضل مكان قريب لتقسيم ينصح فيه؟ شيشلي. شيشلي منطقة حلوة ورايقة يعني. حلو. دخلنا في زحمة يا جماعة. شوفوا الآن جينا عند حافظ مصطفى. هذا حافظ مصطفى عنده جلسات خارجية. ايش بتاخذوا ماي؟ والله طلع عندنا شيء. الحافظ قرآن من جد يا جماعة 1864. حتى طريقة تقديم الشاي بالحلقوم. شوف يا حبيبي، قلت البخل مدداش. Arkadaşlar, bu arkadaşa abone olun, desteğinizi esirgemeyin. Like atın, abone olun, ne yapabiliyorsanız yapın. O adam 10 numara. Allah razı olsun. هذا القطار يا جماعة. أبو ماجد، هلا بالحبيب. اللي يبغى يصرف، هل يصرف من تقسيم ولا يصرف من مكان ثاني؟ لا أبد. من وين يصرف؟ ما أدري والله. أي مكان غير تقسيم؟ أكيد. لأنه الفرق تقريبا، لأنه خمسة الفرق تقريبا 15 نقطة. فمثلا المئة دولار تصرفها، نقول 550 هنا، تصرفها مكان ثاني 570، 20 إلى 15 ليرة تفرق في الألف. عجيب. 200-300. هاي معلومة جديدة. أي هذا انتبه عشان ما تصرف مرة ثانية. كذا يكون يا جماعة خلصنا تغطياتنا لتقسيم. إن شاء الله فدناكم، إن شاء الله استفدتوا. لا تمشوا كثير في تقسيم، طفينا والله، تعبنا صراحة. مشوار طويل من بورصة إلى اسطنبول وتقسيم ومشي تقريبا 4 كيلو في شارع الاستقلال. في نهاية الرحلة يا جماعة نحب نقول لكم شكرا على متابعتكم لنا ودعمكم. إذا بتزوروا تقسيم نصيحة، لا تتأخروا كثير. نراكم على خير.